أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: دائما ما نسمع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لفظ سيدنا محمد وسيدتنا عائشة وسيدنا حمزة، السؤال: ما حكم التلفظ بقول سيدنا، وهل هو من أسماء الله تعالى؟ السيد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أنت سيدنا وسيدنا، قال: السيد الله. هذا من باب سد الذرائع، سد الغلو، خاف عليهم من الغلو، وإلا فهو السيد عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيد، لكن هو خاف عليهم من الغلو فنهاهم عن ذلك لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، خاف عليهم من الغلو وأن الشيطان يستزلهم فنهاهم عن ذلك. نعم.